يقول السائل: أبي قد توفي وقد تسبب بموت رجل قبل 20 سنة، حيث جعل بئره مفتوحة فسقط رجل في سيارته ومات، فقام أبي بدفع الدية، لكنه هل هي في طريق؟ هل البئر هذه في طريق؟ ومن اللي حكم عليه بدفع الدية؟ إن كان هو القاضي يسأل القاضي ماذا عليه؟ نعم.